بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيان منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية سرية الحريقة طبرق، نعلن انتهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة النفطي أمام حركة النواقل من تاريخه، بعد أن تم حل مشكلة مرتباتنا المتأخرة والتي أكد لنا المندوب استلامها كاملة حسب الاتفاق. ونؤكد على الجهات المسؤولة الالتزام بانتظام مرتباتنا مستقبلا أسوة بزملائنا بالمنطقة الغربية، كما نحتفظ بحق استئناف الاعتصام مجددا في حال إيقاف مرتباتنا دون أي مبرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله البلاد والعباد. منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بسرية الحريقة طبرق، صدر في طبرق يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021. الله أكبر.